متابعي الشبكة في كل مكان، أهلا بيكم في لايف جديد. عاجل المتحدة تتوصل لاتفاق لتعاون استراتيجي مع تلفزيون النهار. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، المتحدة وفي إطار حفاظها الدائم على تقديم محتوى بشكل آخر للمشاهد المصري والعربي، بتسعى دايما ان هي تحاول تضم اكبر عدد من القنوات الفضائية سواء كانت والمواقع ايضا الاخبارية، وبتحاول كمان ان هي تنشئ قنوات جديدة لمحاولة الحفاظ على مستوى الميديا في مصر وايضا في الوطن العربي، ومحاولة الوصول الى المواطن بشكل بسيط وسلس، وبتحاول دايما ان هي تقدم محتوى بيشمل كل المجالات وبيشمل كل الخدمات ويكون مفيد للشعب المصري والعربي بأكمله. النهارده الشركة المتحدة بتعقد اتفاقية جديدة مع تلفزيون النهار، يعني رسميا تلفزيون النهار أصبح تابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وعقدت الشركة المتحدة الاجتماع النهارده في مقرها في القاهرة بحضور الدكتور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وأيضا علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة ترينتا المالكة لشبكة تلفزيون النهار، ومصطفى الشنيتي المدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال والمستشار المالي للاتفاقية. دول اللي كانوا 3 أطراف موجودين النهاردة في الاجتماع اللي شمل وشهد على توقيع عقد جديد ما بين النهار وأيضا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علشان تمتلك المتحدة كده شبكة قنوات اون تي في وأيضا شبكة قنوات السي بي سي والإكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية ودي إم سي وأيضا الوثائقية، واللي بتعرض كل المحتوى الوثائقي للجمهور المصري والعربي في كل مكان، محتوى بشكل رائع ومحتوى برؤية تانية بتقدمه المتحدة لجمهورها. وده دايما سعيهم ان الجمهور يكون وصل له المحتوى بشكل ما يضطرش ان هو يدور عليه في حتة تانية. مش جديد على المتحدة ان هي دايما بتبحث عن